برعاية وزير الدفاع انطلاق المؤتمر السعودي العالمي لأمراض وزراعة الكلى. تزامناً مع مهرجان الجنادرية 27، كلية السياحة والأثار تنظم معرضاً للآثار المستعادة. العثمان في لقاء مفتوح مع طلاب وطالبات الجامعة. بالتعاون مع جامعة سيدني الأسترالية، كلية الطب تنظم ندوة عن سرطان الثدي. تفعيل دور الطلاب في المجالس الاستشارية بالجامعة في ورشة عمل تنظمها عمادة شؤون الطلاب. عمادة تطوير المهارات تنظم لقاء تعريفي لبرنامج الشهادة المهنية في التدريس الجامعي. الجامعة توقع اتفاقية لرعاية الطلاب المتميزين. اتفاقية تعاون بين مركز الترجمة والغرفة التجارية الصناعية بالرياض. الغذامي يحاضر في البرنامج الثقافي تواصل عن الوسطية وما بعد العولمة. الكائنات الأولية دراسة تخصصية مشتركة، ورشة عمل تنظمها المجموعة البحثية الدولية بكلية العلوم. أينما كنتم متابعين الكرام، أسعد الله جميع أوقاتكم بكل خير، وأهلا ومرحبا بكم في التقرير الأسبوعي المصور من جامعة الملك سعود. برعاية صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن عبد العزيز وزير الدفاع، نظمت الجمعية السعودية لأمراض وزراعة الكلى بالتعاون مع جمعية الأمير فهد بن سلمان الخيرية لرعاية مرضى الفشل الكلوي الأحد الماضي المؤتمر السعودي العالمي الخامس لأمراض وزراعة الكلى والمعرض المصاحب. بدأت فعاليات المؤتمر بافتتاح صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن عبد العزيز للمعرض الذي ضم أحدث التقنيات والأجهزة الطبية لعلاج أمراض الكلى بحضور عدد من أصحاب السمو الأمراء وأصحاب المعالي الوزراء. ثم ألقى نائب المشرف العام على المؤتمر رئيس الجمعية السعودية لأمراض الكلى الدكتور عبد الكريم السويدة كلمة تناول فيها اهتمام ورعاية سمو الأمير سلمان بن عبد العزيز لمرضى الفشل الكلوي وجهود الجمعية السعودية لأمراض وزراعة الكلى في تطوير الأداء العلمي والمهني للعاملين في القطاع الصحي الخاص بهذا المجال. بعد ذلك تحدث صاحب السمو الملكي الأمير عبد العزيز بن سلمان بن عبد العزيز مساعد وزير البترول والثروة المعدنية لشؤون البترول رئيس جمعية الأمير فهد بن سلمان الخيرية لرعاية مرضى الفشل الكلوي المشرف العام على المؤتمر عن رسالة الجمعية والجهود التي تبذلها في مجال مرض الكلى، مستعرضا أنشطتها وبرامجها التي نفذتها منذ تأسيسها عام 1421. إثر ذلك استمع الحضور إلى كلمة راعي المؤتمر صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن عبد العزيز وزير الدفاع رئيس مجلس إدارة جمعية الأمير فهد بن سلمان الخيرية لرعاية مرضى الفشل الكلوي. يسرني أن أكون معكم هذه الليلة في هذا الحدث الكريم والذي أقصد منه خدمة مرضى الكلى. ونحن الحمد لله في بلادنا متجاوبين جميعا مع أعمال الخير مثل هذا العمل، ولا شك أن هذا في أجر من الله إن شاء الله، وفيه خير لمن ساهم فيه بأي مجهود أو تبرر. ونحن في بلادنا هذه في كل مجالات الحياة هناك تعاون وجمعيات خيرية تقوم بواجبها تمشيا مع الجهات قيادتنا التي تعمل وترجو الخير جميع أبناء هذا الوطن. ولا يسرني أن أكون رئيس إدارة هذه الجمعية لأن لها صفة عمومية في المملكة. فأنا بعد ما عينت منصب الجديد تركت مسؤوليات الجمعيات الخيرية الخاصة في الرياض ومنطقة الرياض داخل سلطانية منطقة الرياض. أما الجمعيات للسلسلة الشمولية في المملكة فأتشرف أن أكون فيها أو أظن في أعضاء الجمعية. أنا والحمد لله ننعم بالأمن والاستقرار والتعاون
يجيب كل مزاد الحياة توجيه قائدنا وملكنا عبد الله حفظه الله ولي عهده الأمين هي أن نكون دائما متعاونين على قلع التقوى. وأشكركم على حضوركم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هدف المؤتمر إلى توعية الأطباء بالمستجدات الحديثة في أمراض وزراعة الكلى وحث المجتمع على التبرع لمرضى الكلى، كما استعرض أحدث الأجهزة المستخدمة في غسيل الدم وزراعة الكلى والأساليب الجراحية المتبعة. تزامنا مع فعاليات مهرجان الجنادرية 27، نظمت كلية السياحة والآثار في بهو الجامعة معرض الآثار المستعادة والفعاليات الثقافية المصاحبة. افتتح المعرض نيابة عن معالي مدير الجامعة الدكتور عبدالله العثمان وكيل الجامعة للشؤون التعليمية والأكاديمية الدكتور عبدالله السلمان بحضور عميد كلية السياحة والآثار الأستاذ الدكتور سعيد السعيد وعدد من المسؤولين في الجامعة والمتخصصين في الآثار. ضم المعرض قطعا أثرية نفيسة تعكس العمق التاريخي للمملكة وتجسد التراث الثقافي والحضاري الذي تتميز به. هدف المعرض إلى ترسيخ رسالة الجامعة في خدمة التراث الوطني وتعميق مفهومه من خلال صياغة خطاب واع يسهم في استعادة وحماية الآثار الوطنية. صاحب المعرض ورشة عمل بعنوان الوعي الأثري والحفاظ على التراث، قدمها مجموعة من أعضاء هيئة التدريس بكلية السياحة والآثار، وركزت على محاور منها دور الجامعة في الوعي الأثري ونظام الآثار في المملكة والآثار المستعادة والمحافظة عليها وسرقة الآثار والتعديات على المواقع الأثرية. الجدير بالذكر أن جامعة الملك سعود كان لها سبق الريادة في إنشاء أول قسم أكاديمي يدرس الآثار على مستوى الجزيرة العربية. نظمت عمادة شؤون الطلاب الاثنين الماضي لقاء جمع معالي مدير الجامعة الأستاذ الدكتور عبدالله العثمان مع الطلاب والطالبات بحضور وكلاء الجامعة وعمداء كلياتها وأعضاء هيئة التدريس. في بداية اللقاء وجه الدكتور العثمان كلمة للطلاب تحدث فيها عن الجهود الحثيثة التي تبذلها القيادة الرشيدة لتحقيق مستقبل أكثر إشراقا لأبناء وبنات الجيل الحالي والأجيال القادمة. وتناول العثمان دور الطلاب والطالبات في الحراك التطويري الذي تشهده الجامعة. شهد اللقاء مداخلات أجاب خلالها الدكتور العثمان وكلاء الجامعة عن استفسارات الطلاب والطالبات واقتراحاتهم حول ما تقدمه الجامعة من خدمات وتسهيلات من أجل النهوض بالعملية الأكاديمية. ووجه العثمان إدارات الجامعة بالتجاوب مع اقتراحات الطلاب. الجدير بالذكر أن هذا اللقاء يعقد سنوياً ويهدف إلى تعزيز الشراكة الطلابية بإشراك الطلاب والطالبات الذين يعدون العنصر الرئيس في العملية التعليمية في قرارات الجامعة. نظمت كلية الطب بالتعاون مع نظيرتها بجامعة سيدني الأسترالية ندوة بعنوان سرطان الثدي الممارسات الحالية والاتجاهات المستقبلية. افتتح معالي مدير الجامعة الأستاذ الدكتور عبدالله العثمان بحضور السفير الأسترالي لدى المملكة نيل هوكنز وعميد كلية الطب الدكتور مبارك الفران وعدد من أعضاء هيئة التدريس والمشاركين. تناولت الندوة التي شارك فيها خبراء عالميون ومحليون محاور عدة من أبرزها واقع وإحصائيات مرض سرطان الثدي في المملكة والعلاج الدوائي له وأساليب التصوير الطبي للكشف عن المرض، إضافة إلى العلاج الطبيعي والتأهيل ما بعد العلاج الجراحي والممارسات الحالية والاتجاهات المستقبلية لتشخيص وعلاج المرض. الجدير بالذكر أن عقد هذه الندوة يأتي نتيجة للتعاون بين جامعة الملك سعود وجامعة سيدني في المجال البحثي والعلاجي الخاص بأورام الثدي لبحث جميع المجالات الخاصة بأورام الثدي مثل طب الأورام والعلوم الإشعاعية والعلاج الطبيعي والتأهيل ما بعد العمليات وعلم الدوائيات. هذا الندوة مهم جدا لأن سرطان مشكلة في العالم كلها، وهذا يعني مفروض أن يكون في تعاون بين الجامعات عشان نحل هذا الوباء الكبير يعني المنتشر في العالم. فالتعاون في هذا الندوة يشير إلى المستقبل، إنه في أمل للمرأة اللي بتعاني من هذا من السرطان. باسم الحكومة الأسترالية
نشكر الجامعة للترتيبات اليوم، وكانت مثل صديقي من سيدني قال إنه هم يعني مبسوطين 100% في التنظيم وفي الترحيب العالي اللي قدموها من الجامعة، وهذا طبعا الطريق السعودي احنا معروفين. نظمت عمادة شؤون الطلاب ورشة عمل بعنوان آلية اختيار الطلاب لمجالس الجامعة. افتتح الورشة معالي مدير الجامعة الدكتور عبدالله العثمان بحضور وكيل الجامعة للشؤون التعليمية والأكاديمية الدكتور عبدالله السلمان وعميد شؤون الطلاب الدكتور طارق الرئيس وعدد كبير من الطلاب والطالبات. اشتمل برنامج الورشة على عرض إحصائي لاستطلاع رأي الطلاب حول الدور الراهن للمجالس الطلابية واستعراض للتجارب العالمية في هذا المجال. كما ناقشت الورشة عدة محاور منها المعوقات التي تواجه المجالس الطلابية بالجامعة وصلاحياتها بين الواقع والمأمول وآليات الترشيح في المجالس وسبل التطوير والرؤية المستقبلية لها. يأتي عقد هذه الورشة في إطار رؤية الجامعة لدفع عملية إشراك الطلاب في القرار الجامعي وبحث سبل تفعيل دورهم في المجالس الاستشارية بالجامعة. دشنت عمادة تطوير المهارات اللقاء التعريفي بالشهادة المهنية لأعضاء هيئة التدريس بالجامعة. شارك في اللقاء 200 من أعضاء وعضوات هيئة التدريس في الجامعة، ناقشوا محاور منها التعريف بالشهادة المهنية وأهدافها ومحتوياتها ومميزاتها واعتمادها، واستعرضوا عددا من التجارب للجامعات العالمية التي تعتمد الشهادة المهنية في برامجها الأكاديمية. هدف اللقاء إلى تطويع الجانب النظري للتطبيق في البرامج التدريبية والاستفادة من الكفاءات المتميزة في الكليات العلمية والطبية في تلك البرامج. ويعد برنامج الشهادة المهنية واحدا من سلسلة برامج تطويرية تطلقها عمادة تطوير المهارات لأعضاء هيئة التدريس بالجامعة بهدف الانتقال إلى التدريب التخصصي الذي يلبي احتياجات التخصصات الجامعية المختلفة. يأتي اعتماد برنامج الشهادة المهنية في إطار سعي الجامعة لتحقيق الريادة العالمية في كافة برامجها العلمية والبحثية. ضمن برنامج الابتعاث الداخلي، وقعت جامعة الملك سعود مع شركة التعهدات والمشاريع الإنشائية المحدودة اتفاقية لرعاية الطلاب المتميزين. وقع الاتفاقية عن الجامعة عميد كلية الهندسة الأستاذ الدكتور خالد الحميزي ومن طرف الشركة مديرها التنفيذي الدكتور سمير منصوري بحضور وكيل الجامعة للشؤون التعليمية والأكاديمية الدكتور عبدالله السلمان والمشرف على برنامج الابتعاث الداخلي الدكتور زياد الأحمد. وبموجب الاتفاقية تقدم الشركة برنامج دعم وتطوير لطلاب كلية الهندسة المتميزين بهدف تفعيل الدور التدريبي لهم ورعايتهم خلال مراحل دراستهم وإتاحة وظائف مميزة لهم بعد التخرج. تشمل الاتفاقية تخصصات الهندسة المدنية والميكانيكية والصناعية، وتأتي انطلاقا من دور الجامعة الريادي في التواصل مع المجتمع المحلي وتعزيز الشراكات المهنية مع القطاع الخاص، وإيمانا منها بأهمية مثل هذه البرامج في إعداد نخب متميزة تلبي متطلبات سوق العمل. وقع مركز الترجمة اتفاقية تعاون مع الغرفة التجارية الصناعية في الرياض بهدف التبادل المعرفي بين الطرفين. وقع الاتفاقية عن الجامعة مساعد وكيل الجامعة للتبادل المعرفي ونقل التقنية مدير مركز الترجمة الدكتور بندر العتيبي، وعن الغرفة التجارية مساعد الأمين العام للشؤون الفنية الأستاذ شهاب السويلم بحضور وكيل الجامعة للتبادل المعرفي ونقل التقنية الدكتور حمد الخثلان. اشتملت الاتفاقية على مجالات الترجمة المهنية والترجمة في مجال خدمة المجتمع. تأتي هذه الاتفاقية استمرارا لجهود مركز الترجمة في مجال نقل المعرفة وتوطينها لتشمل مؤسسات المجتمع على مستوى الوطن. استأنف برنامج كلية الآداب الثقافي تواصل نشاطاته لهذا الفصل بمحاضرة عن الوسطية وما بعد العولمة. ألقى المحاضر أستاذ النقد والنظرية بكلية الآداب الدكتور عبدالله الغذامي. تناول المحاضر ما يمر به الكون الثقافي من تأزم نوعي سببته العولمة التي ورثت العالم مشكلات عديدة، وإمكانية أن تكون الوسطية حلا لهذه المشكلات.
الجدير بالذكر أن الدكتور الغذامي له العديد من المؤلفات والإسهامات في مجال الدراسات النقدية والحداثة، منها كتاب الخطيئة والتكفير الذي أثار الحركة الثقافية في المملكة لسنوات، وهو حاصل على جائزة مكتب التربية العربي لدول الخليج وجائزة مؤسسة العويس الثقافية في الدراسات النقدية، وتم تكريمه من قبل مؤسسة الفكر العربي للإبداع النقدي عام 2002. شهدت المحاضرة حضورا مكثفا من المهتمين بالدراسات الثقافية والنقدية من داخل الجامعة وخارجها. نظمت المجموعة البحثية الدولية بكلية العلوم الأحد الماضي ورشة عمل بعنوان الكائنات الأولية دراسات تخصصية مشتركة، وتشمل المجموعة البحثية بكلية العلوم خبراء من كل من بريطانيا والصين وكوريا الجنوبية والنمسا وألمانيا، وباحثين وطلاب دراسات عليا من جامعة الملك سعود. ويهدف تكوين ودعم المجاميع البحثية الدولية إلى تحقيق جودة وتميز البحث العلمي وكثافة النشر الدولي المميز بالشراكة بين باحثي جامعة الملك سعود والجامعات العريقة. صحبت الورشة حلقة نقاش مفتوح لأعضاء هيئة التدريس والطلاب حول نتائج الأبحاث التي قامت بها المجموعة البحثية خلال السنوات العشر الماضية والخطط المستقبلية لها. من الجدير بالذكر أن المجموعة الدولية بكلية العلوم بدأت العمل البحثي المشترك منذ عام 2001 بدعم من جامعات الباحثين المشاركين، ونشرت حتى الآن أكثر من 100 بحث في قاعدة البيانات ISI. متابعينا الكرام، إلى هنا وصلنا وإياكم إلى نهاية هذا التقرير، على أمل أن نلقاكم الأسبوع المقبل. هذه تحية، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.